18 للموسيقى الأندلسية بمدينة فاس. هذا المهرجان الذي أبى هذه السنة إلا أن ينظم ضمن أشغاله الثقافية، لا يكتفي ضمن أشغاله الثقافية بالمحاضرات وبالندوة التي درجنا دائما على تنظيمها، وإنما أن يشفع هذه الندوة وأن يعززها بدورة تكوينية أو ما سميناه الماستر كلاس. هذا الماستر كلاس اللي هو تقليد جاري في كبريات المهرجانات العالمية. هذه المهرجانات العالمية تجتمع فيها فنانين كبار، فهذه هي المناسبة لكي يلتقي الجمهور هؤلاء الفنانين الكبار، كيجيو لها كذلك خبراء عندهم باع طويل في مجال الفن اللي كتسهر عليه ذاك المهرجانات. هذه هي المناسبة باش الجمهور العام يعايش هذيك الخبراء ويتعرف على تجربتهم ويتعرف على المعارف اللي كيحظوا بها، ويتعرف كذلك على التقنيات والاساليب الفنيه اللي كيمارسوا بها الفن ديالهم. اذا الماستر كلاس هو لقاء فني حميمي والتعرف من خلاله على التجارب ديال الكبار والعارفين من طرف الجمهور العام اللي كيبغي هذه المعرفه. اذا مرحبا بكم في هذا الماستر كلاس الذي تنظمه المهرجان فاس للموسيقى الأندلسية في دورة 18، واللي اختر له كعنوان أساسيات هوايات الموسيقى الأندلسية المغربية. إن الهواية كما تعرفون منها الهواية العفوية، الهواية التلقائية اللي هي عند جميع الناس، كل شيء تبغي الشيء الجميل، تبغي الموسيقى، تبغي الألوان الجميلة، تبغي الأشكال الجميلة، تبغي الحركات الجميلة ديال الرقص، تبغي كل ما هو جميل. ولكن الهواية يمكن أن تتطور لكي تصبح مؤسسة على معرفة وعلى علم، وهي الهدف من تنظيم هذا الماستر كلاس، هو أن نتعرف على أسس هواية الموسيقى الأندلسية، سواء كيف كانوا كيعرفوها القدام ديال الهواة اللي ألفوا واللي كتبوا واللي تداولوها، أو كذلك ما أصبح متداولا حاليا. اللي غادي يأتت ويغني ويأثر هذا الماستر كلاس هذه السنة هما ثلاثة ديال الأطر ديال العارفين الذين تعرفونهم، ماشي فقط بعلمهم ومعرفتهم، ولكن كذلك بمشاركتهم وخوضهم لغمار التنظيم والحياة الجماعية والجمعوية في مجال هذا الفن الأصيل اللي هو طرب الآلة. اللي غادي يأثروا هذه الدورة من الماستر كلاس ديال الهواية هما طبعا الأستاذ الكبير سيدي عبد السلام الشامي. هذا يعني غني عن كل تعريف، كل من يعرف الموسيقى الأندلسية المغربية ويحب الموسيقى الأندلسية كيعرف سيدي عبد السلام الشامي، يعني بحالو بحال كبار الفنانين ديالنا اللي كيعاود كيمارسوا، هو عاود يمارس بزاوية أخرى هي زاوية الهواية والمعرفة والتأطير والتنظيم. فهو اختار أن المداخلة ديالو تنصب على واحد الجانب هام جدا في هواية الموسيقى الأندلسية، هو ما يتعلق بتاريخ هذا الفن، لأن يعني هذا الفن عنده تاريخ، هو ماشي فن يعني طاح مع الشتاء ولا هذا، ولكنه فن أصيل عنده عدة قرون في المغرب، عنده تاريخ وعنده أعلام الذين أسسوه والذين طوروه. غادي يعرفنا على هذا التاريخ وعلى هؤلاء الأعلام الذين أسسوه وطوروه. هذا الفن طرب الآلة أيضا ماشي هو طرب كنسمعوه فقط من خلال الأداء، ولكنه أيضا له كتبه ومصنفاته ومؤلفاته ومدوناته. هذه المصنفات والمؤلفات والمدونات ما تعرفوها شيء الناس العاديين، ولكن تعرفوها الهواة الخبراء المتخصصون. فدواوين الموسيقى الأندلسية والكتب التي تتعلق بهذا الفن سيقربنا كذلك إليها الأستاذ سيدي عبد السلام الشامي. ثم هناك مسألة ثالثة مهمة جدا، وهي مسألة المصطلح المستعمل في الموسيقى الأندلسية. فكثير من المصطلحات يعني يصعب على المستمع العادي معرفتها، مثلا الشغل اللي كنسمعوا، او
صنعة أو دور في إيقاع أو كذا، يعني هذه المصطلحات كثير من المصطلحات التي نجدها مكتوبة في كتاب ديال، يعني خصنا نكونوا عارفينها لكي نعرفها شنو المقصود بها داخل ذلك الميزان اللي كنستمعوا له. إذا هادو هما ثلاثة ديال الجوانب الأساسية والهامة اللي غادي يقربنا منها سي عبد السلام الشامي، وهو خير من يعرفها وخير من يمكن أن يقربنا منها. هناك جوانب فنية تقنية، طبعا خير من يقربنا منها هو الممارس الذي هو ماشي غير الممارس، ولكن يكون ممارس وعنده الصفات التربوية البيداغوجية ديال الأستاذ. وهذا الممارس والأستاذ طبعا تنطبق على جوج ديال الأساتذة اللي معاي، سيدي محمد العثماني اللي طبعا هو رئيس المجموعة الموسيقية ديال جوق شباب فاس لطرب الآلة، الجوق اللي ظهر وظهر قوي أول ما ظهر، يعني ظهر ولكنه ماشي فقط رئيس ديال هذا الجوق، ولكنه كذلك أستاذ ديال التكوين أو التربية الموسيقية. إذا فعنده الضربة البيداغوجية وعنده التكوين البيداغوجي الكافي لتوصيل هذه المعلومات المتعلقة بالموسيقى. ثم إلى جانب ذلك هو أيضا رئيس جمعية شباب فاس، فهو أيضا مشارك في الحياة الجمعوية وكينظم ومنغمر أيضا جميع الميادين. طبعا غادي يقدم لنا الجوانب المتعلقه بالايقاع، الجوانب المتعلقه بالطبوع وبالانشادات وبالانغام غادي يقدمها لنا كذلك واحد العارف بهذه المجالات هو سي عبد الجليل الخرشافي اللي حتى هو عنده واحد تنوع فهو الى جانب كونه هو يعني القطب الثقافي ديال الجمعيه الادريسيه الموسيقى الاندلسيه اللي يعني جمعيه رائعه من الجمعيات التي يعني تحركت المجال الثقافي والمجال ديال الموسيقى الاندلسيه في المغرب وفاس على الخصوص، هو اذا القطب الثقافي ديال هذه الجمعيه. ثم الى جانب ذلك مسمع متمكن فهو اذا خير من يمكن ان يقربنا الى الطبوع والانشادات المستعمله. فاذا لا اطيل عليكم واترككم مع طبعا المداخلات الاولى التي سيتفضل بتقديمها لنا سيدي عبد السلام الشامي والمتعلقه بالتاريخ شنو اخر هذا النهار والمصطلحات والدواوين والمدونات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذا التقديم وشكرا لحضوركم. المداخله التي اخترت ان اقدمها لكم تتكون من ثلاث محاور كما ذكر الاخ رشيد النني. المحور الاول يتعلق بمسار الموسيقى الاندلسيه وتاريخها. فالموسيقى الاندلسيه قد تكون اقدم الفنون الموسيقيه التي ما زالت حيه، يعني جميع الشعوب والعالم في العالم كله عندها موسيقى ديالها قديمه جوج قرون ثلاث قرون اربع قرون، ولكن هذه الموسيقى عندها 12 قرن ومازال حيه ومازال قويه وفي منتهى القوه. هذا الجانب يطلب منا اننا نتعرفوا على هذا المسار اللي قطعته الموسيقى الاندلسيه وكيف انتقلت من الاندلس الى المغرب والمراحل اللي مرت منها الى اخره. الجانب الثاني هو الاطلاله على بعض المصطلحات الاساسيه في الموسيقى الاندلسيه ليتمكن الهواة عند قراءتهم للمدون للكتيبات والكتب ديال الموسيقى الاندلسيه يعرفوا المدلول ديالها. والجانب الثالث هو معرفة ديوان الموسيقى الأندلسية لمجموعة ديال الأشعار ديال الموسيقى الأندلسية. عندنا خمسة ديال الدواوين خصنا نتعرفوا عليهم، وعندنا دواوين قديمة خصنا نتعرفوا عليها باش نكونوا في واحد المستوى ديال الهواية. علاش؟ الهواة قديما كان عندهم واحد الدور كبير جدا في خدمة الموسيقى الأندلسية، وكان الموسيقيون يحترمونهم احتراما كبيرا، بحيث ملي تيكون الجو خدام تيشتغلوا تيدخلوا للموالع تيدخلوا هواة يجيب لهم رئيس الجوق والاعضاء ديالو وتيكرموهم تيحطوهم في مكان لائق، لانهم تيعرفوا ان التجاوب معهم غادي يخلق واحد الحيويه زائده لنجاح العفو.
وأتذكر أنا صغير السن لما التحقت بالمعهد الموسيقي سنة 61، أول ما هالني هو أنني دخلت المعهد. أول درس تنذكر كان الله يرحم الحاج عبد الكريم الرئيس هو الذي عمل الدرس، كان قدامه الحاج محمد الخصاصي، ومن هذه الجهة السي أحمد بن سودة، واحد من كبار المولوعين آنذاك. وفي الجانب الأيمن في القاعة كاين صف ديال الناس كبار موالع حاضرين تيتصنتوا وتيتبعوا النشاط ديال تعليم الموسيقى الأندلسية بالإضافة للجوق والعملية، بحيث هذوك الأسماء اللي ديال دوك الناس حاضرة في الدين ديالي الآن واحد الإكبار، لأنه موالع كبار وتيحفظوا وعندهم واحد يعني واحد المكانة كبيرة، ومن تتغنى الآلات يسدوها سوساد مضبوط، بحيث كبر في عيني أنه الهواة خصهم يكونوا في هذا العيار وفي هذا المستوى. وتطورت الامور الى ان بعد داكشي بعد واحد المده تصبحت انا من الهواه وجبرت واحد النهار ان الحاج عبد الكريم الله يرحمه استدعاني نكون عضو في اللجنه ديال الامتحان ديال المعهد بصفتي من الهواه. هذا تدل على انه الهواه كان عنده واحد المكانه كبيره وخصها تبقى، والا مشى جين تعاود يخلفوا جين اخر. نتمنى ان شاء الله ان نكونوا واحد المجموعه ديال الهواه اللي يكونوا في هذا المستوى احسن او افضل، واللي يقدموا للموسيقى الاندلسيه خدمه اخرى. ندخلوا للموضوع بالنقطة الأولى المتعلقة بتاريخ الموسيقى الأندلسية. قبل ما ندخلوا لهذه النقطة بالذات يجدر بنا أن نعود إلى التاريخ، واسمحوا لي على استعمل شوية للتاريخ، لأنه التاريخ يفسر الحاضر، الماضي يفسر الحاضر كما يعرف الجميع. لما دخلوا العرب الأندلس سنة 92 هجرية، قرر الخليفة الوليد بن عبد الملك أنه يرسل الجيش يفتح الأندلس بعد أن تم فتح شمال أفريقيا. وكان الوالي على شمال أفريقيا آنذاك هو موسى بن نصير. كلف موسى بن نصير جيشا فيه جزء من الأمازيغ وجزء كبير من العرب الذين كانوا يكونون جيش الدولة الإسلامية آنذاك. دخلوا الأندلس سنة 92 هجرية. طبعا الأندلس هي السكان ديالها النصارى المسيحيين، وتحكم آنذاك الأندلس شعب يسمى القوط. القوط هذو أصلهم من شمال أوروبا، كانوا دخلوا الأندلس واحتلوها ويسيرونها بعنجهية وبقوة وبأداء، بحيث هذاك الكراهية اللي عند الإسبان للقوط سهلت على الفاتحين الإسلاميين أنهم ينشروا الإسلام بسهولة ويدخلوا الأندلس. دخلوا الأندلس يعني بعد واحد 7 سنين تقريبا 92-99 كانت العاصمة ديال القوط انتهت وهي طليطلة، وسيطر المسلمون على الأندلس. ولما نقول الأندلس خصنا ننتبهوا الى اننا نتكلموا على اسبانيا كلها والبرتغال والجنوب الغربي ديال فرنسا، هذه كلها كانت ضمن الدوله التي كونها المسلمون في الاندلس. اذا القاره الايبيريه كلها شبه جزيره ايبيريا بما في ذلك اسبانيا والبرتغال والجزء الجنوب الغربي من فرنسا، هذه المدن اللي كاينه في الجنوب الغربي بحال مثلا تولوز بحال كذا، هذه كانوا فيها مسلمين، دخلوا المسلمين ونشروا الاسلام فيها. لما دخلوا المسلمين شكون دخل الاندلس؟ دخل جزء كبير من العرب اللي كانوا في الفتوحات الاسلاميه من الجزيره العربيه ومن الشام، وكان معهم كذلك جزء من الجيل الثاني ديال الامازيغ الذين اسلموا. الدليل على ذلك وان القائد ديال الحمله كان هو طارق بن زياد الذي يقال انه امازيغي من الجيل الثاني، يعني باه كان اسلم ولكنه أخلق وهو مسلم وقاد الجيش المسلمين لدخول الأندلس. المهم دخلوا المسلمين الأندلس واستقروا بها من 92 إلى 132، هذا 40 سنة اللي خذوها المسلمين في الأندلس كانت كلها ديال تمهيد الاستقرار في الأندلس والوصول إلى جميع أصقاعها وتعيين العمال في جميع الأصقاع باش تصبح المنطقة كلها في يد المسلمين. سنة 132 انتهت الدولة الأموية، لأن هذا الفتح كان فيها الدولة الأموية، انتهت الدولة الأموية وحلت محلها الدولة العباسية، وهذا الشيء تعرفوه الطلبة واللي تعرفوه كاملين من خلال الدراسة ديالنا. جات الدولة العباسية، لما جات الدولة العباسية اشتغلت بالفتوحات في المشرق واشتغلت بالمشاكل ديال الإمبراطورية الكبيرة اللي هي في يدها، وأهملت الأندلس ما اهتمتش بها، خلات العامل الوالي ديالها هو هذا يوسف الفهري خلاته بلاصتو ولم تنتهي اليها. شرحت انه واحد من العائله الامويه التي انتهت من السيطره ديالها وهو يسمى عبد الرحمن بن معاويه بن هشام، هرب من الشق من البطش العباسيين وقرر يمشي للاندلس ويبدا حياه جديده.
كان شابا عمره 25 سنه طموح عنده امكانيات ديال قياده الزعامه لانه من عائله كبيره ففر الى الاندلس ودخل اليها سنه 136. طبعا دوز واحد الفتره ديال سنتين هو تيشوف كيفاش ياسس واحد الاماره امويه في الاندلس وتمكن فعلا من ذلك سنه 138 اسس دوله اسمها الدوله الامويه بالاندلس. سموها الاندلسيين سموه عبد الرحمن الداخلي لانه دخل الى الاندلس. وشاء الحظ انه العمال ديال الامويين اللي كانوا في الاندلس كلهم التصفوا حوله، لان علاش؟ حيت الدوله الامويه العصبيه ديالها كما يقول ابن خلدون عصبيه عربيه، بينما العباسيين في الشرق العصبيه ديالهم او القوه ديالهم علاش مرتكزه على الفرس. ولذلك كل واحد فيها بحاجة العروبه ديال كذا مشى للاندلس، فامتلأت الاندلس بالعناصر العربيه واصبحت لها مكانه. حنا الان في 132 قضى فيها عبد الرحمن الداخل 33 سنه وتوفي وترك الاندلس مستقره تنعم بالاستقرار والامن والمسلمون يسيطرون على جميع اصقاعها. خلفه ابنه هشام قضى على 11 سنين وخلفه بعد ذلك ابنه الحكم. هذا الحكم غادي نوقفوا عنده شويه لان الحكم بن هشام بن عبد الرحمن كان رجلا اديبا مثقفا وكان محبا للحياه وحول القصر الرئاسي اللي كاين في قرطبه، لان قرطبه هي العاصمه ديال الدوله الامويه، حولوا الى بلاط يشبه بلاط العباسيين وبلاط هارون الرشيد. معنى ذلك انه استقطب المغنين والمطربين والشعراء والادباء واصبحت الاندلس يعني دوله محبوبه من طرف المثقفين ومن طرف المغنين والمطربين وغير ذلك. عاش واحد الفتره ديال 23 سنه 24 سنه وفي اخر ايامه وصل مغني من مدينه بغداد اسمه ابو الحسن علي بن نافع ويلقب بزرياب. هذا زرياب مغني ظهر في بغداد في هذه الفترة 206-205 وكان ذنبه كبير بحيث الأستاذ ديالو إسحاق الموصلي جاب واحد النهار وقدمه لهارون الرشيد وغنى قدام هارون الرشيد وبارع في الغناء، صوته جميل، الملامح ديالو جميلة، أنيق الملبس، يعني الحضور ديالو عنده حضور فني كبير. لكن يظهر على ان اسحاق الموصلي ضايق منه، قال له سير اوليدي دبر على راسك، سير شي بلاصه اخرى الشرق او الغرب، لا ما نسعوش حنا وياك هنا. فشد الرحال ورحل الى قرطبه ابو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب. وصل الى قرطبه سنه 206. لما دخل قرطبه قبل ما يدخل قرطبه كان تيسيف الاخبار ديال الرحيل ديالو مع القوافل اللي تيمشيو للاندلس، بحيث لما وصل جبر الاخبار ديال الوصول ديالو عند الجميع ووجد من يستقبله من طرف الخليفة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن الحكم، لأن عبد الرحمن كان توفى في ذاك الفترة، ولده عبد الرحمن صار استقبله وأول دخول ديالو لقرطبة دخل القصر ديال الرصافة اللي هو البلاط ديال الأمير عبد الرحمن الثاني. عمل السهرة الأولى والسهرة الثانية والسهرة الثالثة، أبهر الناس بجمال صوته وبأدائه وبالعزف ديالو وكذا، وخلق واحد ضجه في المجتمع الاندلسي، واصبحت العناصر العربيه المتساكنه هناك تتطلع شوقا لرؤيته وللحضور في حفلاته. كلفه عبد الرحمن هذا ان يؤسس معهدا يعلم فيه ابناء الاندلس الغناء العربي والعزف على اله العود وغيرها. ففتح هذا المعهد، وكان هذا المعهد يمكن نقولوا اول معهد موسيقي في العالم، لان في ذاك الفتره اوروبا تعيش بعصر وسيط، عصر جهل الظلام، والمنطقة اللي راقية ذاك الساعات هي المنطقة ديال العالم الإسلامي. فأول معهد تأسس هو هذا المعهد الذي أسس زرياب. زرياب عنده بعض المواصفات جعلته يعتبر مؤسسا للغناء الأندلس. أولا كما قلت لكم أنه كان رجلا أنيقا وأديب ويحسن اللباس ويحسن مشط الشعر ويجيد الغناء وله آراء متعددة حتى في العود، في العزف على العود. فهو الموصل جاب معاه شعاع جديده وهي زياده وتره واحده في العود، زاد وتره في العود، كانت العود فيها اربعه وتره، زاد وتره الخمسه ودارها في الوسط. هادشي دابا يتعرفوا العازفين القيمه ديال هاد الوتره شنو عطات للعود القوه.
واتذكر هنا انه في الليله فاش كان اجتمع مع هارون الرشيد مع حضر في مع هارون الرشيد طلب منه هارون الرشيد يغني. جا هو دار واحد الحاجه بخلطه الصواب جبد العود ديالو ما خداش العود ديال الاستاذ ديالو اسحاق الموصيلي. العاده انه لما كانت عندهم انه لما تيجي مغني يغني براني تيطلب العود ديال الاستاذ ديالو باش يعزف عليه. هو جبد العود ديالو وعزف عليه واجاب العزف. جا هارون الرشيد قال له ما حملك على ان اخذ على ان لا تاخذ عود عود استاذك وتستعمل عودك؟ قال له جاوبه قال له حفظ الله الامير ان عودي وان كان يشبه عود استاذي اسحاق الا انه اخف منه بمقدار الثلث واضلعه رقيقه واوتاره ليس كاوتار عود استاذي. لذلك اعطى نتيجه فهمت هكذا. وهذه من المسائل اللي قلقت اسحاق المصير يعني ذاك التبرير اللي اعطاه ديال المعلم. المقصود انه جاب اشياء جديده كذلك من الاشياء اللي غير السطعه ديال العود ذاك الريشه باش تنعسوا العود. هو هما في الشق اللي تيستعملوا قطعه من الخشب او من الصدف هو استعمل الريشه ديال النسك. وجد انها رطبه وانها تعطي واحد النغمه واحد الوتره تعطي واحد النغمه. المهم انه جاب واحد العدد ديال المستجدات وجاب اشعار جديده والحان جديده مما جعله يعتبر مؤسس الموسيقى الاندلسيه في بلاد الاندلس. وبقات الاجيال اللي جات من بعد منه كلها تسير على نهجه. بقى الغناء ديال زرياب والطريقه ديالو الاسلوب ديالو الكلام ديالو هما هذوك على داك الشكل حتى الفوقاش حتى للمئه الرابعه لان حنا كنا تنتكلموا على 206. دابا غادي ننتقلوا لسنه 390 هجريه والدوله الاندلسيه او الامويه في الاندلس في عهد الضمحلال. مع بعد العز وبعد الصوله بدات في التاخر في الضمحلال وسيطر عليها الوزراء والحجاب وصلت لمرحله ديال النهيه. اللي وقع في الاندلس هو انه الولاة والعمال اللي كانوا في الاقاليم ديالها بحال مثلا اشبيليه وبلنسيه وقرطبه وكذا استقلوا بها وتحولت الاندلس الى دوله مدن. ما بقاش دوله فيها قويه كما كان في السابق بل تشتت شمل هذه الدوله وسيطر العمال والولاة اللي كانوا على الاقاليم سيطروا عليها واسسوا ممالك فيها. ودخلت الاندلس في مرحله تسمى مرحله ملوك الطوائف. ملوك الطوائف هي طبعا هذه المرحله كانت كارثه بالنسبه للاندلس مع الاسف لان بعض القوه وبعض يعني الجهد الاجداد في صيانه هذه الدوله وقوتها تدخل في عصر ديال الانحطاط. وغادي النصارى المسيحيين الموجودين في الشمال ديال الجزيره الايبيريه ماشي يتكتلوا وتوحدوا ويبداو يضغطوا على الاقاليم الاسلاميه. وفعلا خلال هذه المئات السنه المشؤومه استرجع الاسبان عدد من المدن الكبيرة أولها ساراقوستا زاراغوزا. ساراقوستا اللي كانت عاصمة الشمال. ثانيا مدريد مجريد برشلونة طليطلة اللي كانت عاصمة قديمة إسبانيا كلها سيطروا عليها الإسبان وتحولت إلى يديهم. قبل الأندلس في الجنوب بل أخذوا يضغطون على إشبيلية للاستيلاء عليها. وهنا وجد الأمير ديالها آنذاك وهو المعتمد بن عباد أنه لا مناص يستدعي الخليفة لا يستدعي الملك ديال المغرب السلطان المغرب انذاك يوسف بن تاشفين لينجد المسلمين في الاندلس. فدخل يوسف بن تاشفين الاندلس بجيش مغربي كبير وانتصر على الاسبان في معركه كبيره تسمى معركه الزلاقه. وهذا الانتصار زاد عمر الاندلس 400 عام. 400 سنه اخرى زادت عمر الاندلس. هذا الانتصار جعل يوسف بن تاشفين برجع يفكر. قال إذا بقات الأندلس مشتتة النصارى غادي يعاودوا يجتهدوا ويعاودوا يديوا اللي بقى. لذلك عاد مرة أخرى إلى الأندلس وقضى على ملوك الطوائف وألحق الأندلس بالمغرب ولات ولاية مغربية آنذاك طوال 170 عام. وهي الأندلس جزء من المغرب طرف منه. طولنا شوية في هذا الحديث على عصر ملوك الطوائف ولكن لابد منه. عصر ملوك الطوائف حقيقة كارثة سياسية ولكن كان من ناحية أخرى كان عصر القوة ديال الموسيقى الأندلسية مع الأسف. أولا الملوك اللي كانوا في أو الأمراء اللي كانوا في المدن كلهم عملوا بلاطات وعملوا وبداو تيستقبلوا الشعراء والأدباء والكتاب والموسيقيين وأصبحت البلاطات ديالهم تضاهي بلاطات الشرق العربي. وظهروا في هذه الفترة ديال ملوك الطوائف واحد العديد ديال الشعراء كبار بن زيدون بن عمار بن خفاجة عدد شعراء كبار وعدد مؤلفين وكتاب. وظهروا كذلك عدد كبير من الموسيقيين
واشهر بلا شك هو ابو بكر بن باجه. خصنا نتعقلوا على الاسم ابو بكر بن باجه. ابو بكر بن باجه هو فيلسوف عنده كتب في الفلسفه، هو طبيب حكيم يعني عنده كتب في الطب، وعنده كذلك مجهود عمل مجهود كبير في الموسيقى ذكره المؤرخون من شيء من التفصيل. اولا هو اللي قعد الالحان ديال الموسيقى ورتبها ونظمها. يقول عنه بعضهم الذين كتبوا عن هذه المرحله تقول عليه صاحب نفح الطيب، هذا نفح الطيب ديال البقاري احمد البقاري، كتاب اثنين ديال الاجزاء خصص الجزء الثالث للغناء وتاريخه في الموسيقى الاندلسي في الاندلس. تقول صاحب نفح الطيب البقاري تقول ان ابن باجه في الاندلس، ان ابن باجه في الاندلس هو بمثابه الفارابي في المشرق، بحال الفارابي. الفارابي معروف انه في المشرق العربي كبير الناس اللي قعدوا الموسيقى وكذا الى اخره. وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتماد. الألحان اللي عليها الاعتماد في الأندلس تنسب له هو اللي ذكرها. وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتماد. تقول عود مؤلف آخر اللي هو تفاشي في الكتاب ديالو متعة الأسماع في علم السماع، تقول إن ابن باجة مزج الغناء المشرقي بالغناء الأندلسي المحلي. يعني مزج الغناء العربي اللي كان في الأندلس بالغناء ديال السبليون. خلطهم وعملوا واحد التركيبة جديدة. واخترع طريقة لا توجد إلا في الأندلس. مال إليها طبع أهلها ورفضوا ما سواها. هذا الكلام يدل على ايش؟ يدل على أن الموسيقى الأندلسية أصبحت لها شخصية جديدة وكيان جديد، وأنها استفدت من الأنغام الموجودة في البيئة المحلية إسبانيا واندمجت فيها الأنغام العربية بهذه الأنغام وأصبحت لها صفة خاصة. من هنا هذه المرحلة غادي تبعات الموسيقى الأندلسية على الموسيقى المشرقية من قاعدة علاقة بها. شكون الفضل لما ترجع لأبي بكر بن باجة؟ أبو بكر بن باجة توفى في فاس وهو مدفون في فاس. هذه ربما تعرف أحد، هو مدفون في الضريح ديال سيدي بوكر العربي اللي هو كذلك كان قاضي في شبيلية واللي هو كذلك كان أعلم الأندلس. سيدي بوكر العربي كاين في باب عايز باب السكمة، كاين تما القبور ديال الشيخ ابو بكر العربي اللي هو فقيه كبير وعالم كبير في العلوم الدينيه، وكاين كذلك ابن باجه اللي هو كذلك من كبار علماء الاندلس. غادي ننتقلوا بعد دابا الان الاندلس اصبحت في يد المغاربه، اصبحت مغربيه. لذلك يمكن نقولوا انه هذه الفتره ديال 170 سنه بدا تاثير الموسيقى الاندلسيه يصل الى المغرب. وان كان ماشي بكيفيه مباشره، بكيفيه غير مباشره، لان نفح الطيب تيقول واحد العباره تيتكلم في هذه المرحله ديال المرابطين، العصر المرابطي، تقول اذا مات عالم باشبيليه، اذا مات عالم باشبيليه حملت كتبه الى قرطبه، لان قرطبه هي عاصمه العلم، تتبع الكتب ديالو في قرطبه. واذا مات مطرب بقرطبه، واذا مات مغني بقرطبه حملت تركته والاته وغير ذلك وبيعت في اشبيليه. بإشبيلية هي العاصمة الموسيقى. فعلا كانت إشبيلية هي العاصمة الموسيقى، لأن صناعة الآلة الموسيقية كانت متركزة في إشبيلية. حتى إن المؤرخين يقولوا لا يوجد بالمغربي أي آلة موسيقية إلا إذا كانت مصنوعة في الأندلس وفي إشبيلية. هذا يدل على أن الموسيقى هذه المرحلة بدأت تدخل المغرب بكيفية بسيطة شيئا ما. فوقاش غادي تكون الموسيقى تدخل المغرب بصفه رسميه في العصر المغربي واواخر العصر الموحدي وبدايه العصر المغربي. علاش؟ في سنه 690 اشتبك الجيش الموحدي مع جيش اسباني كبير جاء بقصد احتلال مدينه اشبيليه في معركه تسمى معركه العقاب، تسمى سبلون لاس نافاس وتورسا. هذه المعركه مشؤومه خسروا فيها المغاربه مع الاسف بسوء تدبير بعض الافراد اللي كانوا ذاك الساعه في القياده، وكانت تاثيراتها خطيره جدا لان ضعفت الوجود الموحدي في الاندلس، الوجود المغربي في الاندلس، وقوت الاسبان. ومازال لحد الان هذه القريه اللي جرت فيها هذه المعركه في ذاك النهار بالذات تيخرجوا الاسبان
حاملين داك الرايه ديال العقار، الرايه ديال الموحدين مطروزه في الايات القران داكشي، وتيتجولوا في الشارع تيحتفلوا داك النهار اللي تعتبروا يوم النصر. راه دابا تشوفوا في فيسبوك بعض المرات تيبينوا هاد المناسبه. المهم ان بعد سقوط المغاربه في هذه المعركه ضعفت الاندلس، فبدا الاسبان يسيطرون، بدا واحد المعركه مرحله تسمى حركه الاسترداد الثانيه. حركه الاسترداد الاولى هي الاولى اللي خداو فيها طوليطيلا وزاراغوزا وكذا، دابا هذه حركه الاسترداد الثانيه هي اللي غادي ياخذوا فيها المدن الاندلسيه الكبرى اشبيليا وقرطبه ومرسيه وبالنسيه. لما تخذت هذه المدن من الاسبان، تيقول ابن خلدون رحل من كان بها من الموسيقيين والمغنين وقصدوا بئر العدوى. شوف ابن خلدون في المؤرخ المقدمه ديالو تيقول هذه الكلمه، تيقول لما هذه المدن طاحت في الاسبان، سقطت في الاسبان، ما بقاو المغنيين ما عندهم ما يعملوا، رحلوا الى بئر العدوى، قطعوا جبل طارق ودخلوا لبئر العدوى، يعني تقصد بها المغرب، واستقروا بحواضرها. وكانت اكبر حاضره انذاك هي مدينه فاس، كانت هي الحاضره الكبرى ديال المغرب انذاك، واللي غادي تصبح عاصمه للدوله المغربيه طوال العصر المريني. 300 سنه ديال العصر المريني كلها غادي تكون فيها فاس هي العاصمه، وغادي تستقبل العلماء والكتاب والادباء والشعراء والمغنيين وكل شيء. هذه هي هنا قلنا هنا في القرن الثالث عشر بعد السقوط الكبرى حوالين الاندلس في اسبان، قرطبه مرسيه بالنسيه اشبيليه، رحل من كان بهذه المدن الكبار الموسيقيين والمغنيين واستقر رجلهم في مدن المغرب وخاصه فاس التي ما لبثت اصبحت عاصمه المغرب بعد المغنيين اواخر القرن الثالث، حيث عرفت الموسيقى الاندلسيه تطورها وازدهارها. من العوامل اللي جعلت الموسيقى تزدهر في الفتره جوج ديال العوامل العصر المريني. العامل الاول هو احتفال المرينيين رسميا بعيد المولد النبوي وظهور فن المولديات، فقد قرر السلطان يعقوب ابو يوسف يعقوب انه يوقع الاحتفال رسميا بعيد المولد النبوي وفي سنه 690 او 91 هجريه، واصبح منذ ذلك الحين يتنافس المغنون في غناء المواليد شعار المولديه، بالاضافه الى ذلك عامل اخر وهو ظهور الزوايا الصوفيه و انغمارها في تلحين الاشعار الصوفيه. وطبعا لا المولديات ولا الاشعار الصوفيه كلها خذت نفس الجلابه ديال الموسيقى الاندلسيه، يعني اصبحت تغنى بالحان الموسيقى الاندلسيه، وهذا اللي قوى الموسيقى الاندلسيه وجعلها تقوى وتكون موجوده في المغرب خلال هذه الفتره. مع الاسف ما عندناش واحد مؤلف في هذه الفتره اللي تيكتب لنا فيه صاحبه الاشعار اللي كانت تتغنى وكيفاش كانت الموسيقى. علاش؟ لان كان هناك تيار في المغرب انذاك، تيار متشدد ضد الموسيقى، تيار متشدد ضد الموسيقى يعتبرها حراما ويعتبرها رجس على الشيطان الى غير ذلك. وكان هذا التيار مره تيقوى وتيتخبعوا الموسيقيين وتنتهي تكون انتهى الموسيقى انتهت. واللي جعل الموسيقى تبقى محافظه على قوتها هي الزوايا، لان الزوايا راه كاين واحد الغلاف ديني، غطاء ديني ما كاينش اللي يهضر معاهم، بقات الزوايا الاله مخبعه في الزوايا وغير ذلك. عاود لما في السحاب تظهر شي عالم يبيح الموسيقى وحليتها، تعاود يظهر الموسيقيين، وهكذا خلال العصر المريني. فوقاش غادي تصبح القوه للموسيقى الاندلسيه في العصر السعدي. العصر السعدي هو عصر ازدهار ديال الموسيقى الاندلسيه، وجود اولا الموسيقى ولات مغربيه بصفه رسميه. الدليل على ذلك هو انه عدد ديال الاشعار وعدد ديال الانغام وعدد الالحان والايقاعات خلقت في العصر السعدي بايقاع الدرج وايقاع تشبيه. خلال العصر السعدي بصفه رسميه، خلال العصر السعدي اصبحت الموسيقى الاندلسيه منتشره في جميع حواضر المغرب، واخذ الموسيقيون المغاربه يؤلفون الالحان على منوالها. انتبهوا، القوالب الموسيقيه راه كاينه، المغاربه يؤلفون على منوالها اشعار جديده والحان جديده، ومن جمله ويرممون ما ضاع منها، لان كتوقع بعض المرات تيجي شي وباء بحال نهايه القرن الرابع عشر، جا واحد الوباء سميتو الطاعون الاسود وعبد ثلثين سكان الحواضر، بحيث مجموعه الناس تيموتوا الموسيقيين والمعلمين وكذا، فيحتاج الامر الى من يرمم ويعيد الحياه للحياه الثقافيه وللغناء بصفه اخرى.
من جملة ما أبدعوا المغاربة نوبة الاستهلال. هذه نوبة كاملة، هي كانت نوبة موجودة كنغم كاينت، ولكن تأليف ديال الصائع ديال نوبة الاستهلال تم في هذه المرحلة ديال القرن السادس عشر ديال العصر الموحدي، العصر السادس. كاين واحد الحكاية تتحكى في هذه الفترة على السلبيين القوة ديال أهمية الغناء في العصر المجتمع ديال السعدي. تيقولوا أنه هذه الحكاية ذكرها محمد بن خالد الناصري في كتاب الاستقصاء يا إخوان الأقصى، قال على أنه القاضي ديال فاس القاضي أحمد الحميدي قرر يمشي هو وجماعة من أعيان فاس يمشيوا يهنيوا السلطان أحمد بن نصر الذهبي في مراكش بمناسبة العيد. رحل الوفد مشى لمراكش وحضروا بيعوا السلطان وقدموا له التهاني بمناسبة العيد وعادوا. وعاد سيد ما تمشي واحد وفد واحد المدينه بحال فاس هذا تيحضر الناس الزائرين بهدايا وصيلات، تسمى الصيله، يعني الهدايا التي تقدم للوافدين. لما كانوا راجعين في الطريق سولوا كل واحد يسول شنو عطاك السلطان شنو غادي مع السلطان، تيقول الحميدي تيقول الحميدي جبر على انه الموسيقيين خداو كثر من العلماء والفقهاء في كثير، بل ان احد المغنيين اعطاه السلطان ليرة نيرة نيرة يعني شبابة نيرة ديال الذهب دام خالص. شنو قال الحميدي؟ قال لئن رجعت إلى فاس لأردن أولادي إلى صناعة الموسيقى، فإن العلم صناعة كاسدة، ولولا أن الموسيقى هي العلم العزيز الصحيح ما رجعنا مخفقين ورجع المغني بشبابة إبليس. قال من يولي فاس نرد ولادي يقراوا الموسيقى، هذا العلم اعتمدوا به لأنه ما فيه ربح، وكما كان فيه ربح ما رجعش على خاوي الوفاض شي حاجه قليله ويرجع المغني معاه واحد الشيء حنا فيس. بقيه الموسيقى عند الاندلسيه في هذه المرحله ديال الازدهار في العصر العلوي بالاخص في العصر العلوي اللي بغيت نمشي له هذه النقطه بالذات هو انه في المؤلفين المغاربه هما شحاح شويه في ما تيكتبوش بزاف، بحيث هذه المرحله اللي تكلمنا عليها كلها لا نجد كتب موسيقية. شنو تجبروا اللي تتكلمنا على الموسيقى وعلى الطبوع ديالها وعلى المغام ديالها؟ تجبروا واحد القصيدة كتبها عبد واحد المشريسي تتكلم على الطبوع اللي يتكلم لكم عليها غدا السي عبد الجبار الشافي، وتنصيبوا أنه واحد المؤلف سميتو محمد بن علي الوجدي كتب كتابا في الموسيقى في الترجمة ديالو، فهو هذا الكتاب ما كاينش، كتب كتاب في الموسيقى. هذا الشيء اللي كاين خلال العصر السعدي كله والعصر المغربي، بمعنى أن المغاربة لم يكتبوا تاع الموسيقى ولم يهتموا بها خوفا من الفقهاء وسيطرته، وخوفا من قضيه الحلال والحرام وكذا الى اخره، بقاو تيتصنتوا هي موجوده الان الموسيقى وصافي. فوقاش غادي ينتبهوا الى خطوره ذلك وتاثيره على الموسيقى حتى القرن الثامن عشر لما غادي يظهروا المؤلفات الجديده في الموسيقى واللي غادي يبداو يكتبوها الناس المجامع خوفا من ضياعها. تدوين اشعار الموسيقى الاندلسيه لم يبدا جميع اشعار الموسيقى الاندلسيه والتدوين الا في وقت متاخر حين خاف ناس من ضياعها. ومن اشهر الدواوين الشعريه المعروفه والمتداوله كتاب ايقاد الشموع للذات المسموع بنظمات الطبوع، هذا اول كتاب اللي هو معروف مع انه لم يكتشف الا حديثا. هذا الكتاب تكتب في 1721، مع الاسف هذا الكتاب مبثور في النهايه ديالو كاين من غير النص، ولكن اكاديميه المملكه المغربيه مشكوره قدم طبعتو وحققوا الاستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل مشكورا وعمل فيه واحد العمل جليل في العلم. هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني فيه يلاه ثمانيه ديال سته النوبات هما اللي كاينين، سته النوبات الباقيه في الجزء الثاني اللي ضايع. الكتاب الثاني كتاب عروض الغناء في اصول الغناء، المؤلف ديالو مجهول، ولكنه كتب تقريبا منتصف القرن الثامن عشر 1752 1753. الكتاب الثالث كناش محمد بن حسين الحايك، كناش الحايك اللي معروف تنتكلموا عليه الان، كناش محمد بن حسين الحايك الذي ظهر في نهايه القرن الثامن عشر. علاش هذه الفتره بدات؟ هذه الفتره في 1799 عاش المغرب وباء خطيرا مع الاسف، وباء الطاعون. وهذا الوباء تيقولوا عليه المؤرخين انه ضيع واحد الجزء كبير ثلاث ارباع من سكان الحواضر، حتى ان الناس ما بقوش ساكنين في المدن، لو سكنوا في البادية هربوا من المرض وهربوا من مشوا للبادية. وتيقول صاحب الاستقصاء أنه تيتكلم على فاس أنه من كثرة من قلة من يروجوا في الشارع وكذا رصيف لبس فيه ربيع، ما بقى حد يدوز فيه، رصيف كان هو السوق ديال الخضرة لبس فيه ربيع، تيعبر العبارة على ذلك أنه وقعت كارثة
حضاريه بالنسبه لابوه. في هذه الفتره بالذات كتب محمد بن الحسين الحيدر. يمكن يكون خاف او شاف على انه المعلم يتيموت والاله تضيع، فكتب كناشه وعمل فيه واحد العديد من الاحتياطات. عمل فيه الصنايع اللي تيتغناو، وعمل عدد الادوار الايقاعيه قدام كل صنعه. عمل عدد الادوار بالليل بلا يمشي تمشي داك الشيء يضيع وما يعرف ما يعرف حد الحقيقه ديال الغناء ديالو. المهم انه كان هذا الكتاب هو اول ديوان شعري اللي هو كامل، واللي هو تيأرخ الموسيقى في هذه الفتره. نمشيو دابا، كنا تنتكلموا عن 1800. دابا الان حنا في 1885. 1885 تنوجدوا انه الموسيقى تغيرت، وتنوجدوا ان ابراهيم التاديلي في كتاب اغاني الثقه تيقول على انه الموسيقيين ما بقاوش يكتبوا يعرفوا يغنيوا الحايك الكناش الحايك، وضاعت العديد الالحان ديالو وتخلطت وكذا وكذا، وتيعطي واحد الصوره سوداويه على الموسيقى في ذاك الفتره نهايه القرن التاسع عشر. هنا من حسن الحظ ديال الموسيقى الاندلسيه انه هذاك القرن التاسع عشر عاشوا ثلاثه ديال الوزراء متبعين، المختار الجامعي والعربي بالمختار الجامعي ومحمد بالعربي بالمختار الجامعي. يعني واحد فيهم كان وزير ديال السلطان مولاي عبد الرحمن، والثاني كان وزير ديال السلطان محمد بن عبد الرحمن محمد الرابع، والثالث كان وزير ديال السلطان مولاي الحسن. هاد الوزراء كانوا موالح بحالكم هكذا، موالح تيحبوا الاله وتيجمعوا المطربين وكذا وكذا. ظهرت لاخرهم وهو الحاج محمد الجامعي، ظهرت له واحد الفكره انه يجمع المعلمين ويعاودوا ترتيب الاله، ويألفوا كناش رسمي، يكون هو كناش رسمي ديال الآلة الأندلسية، ديال الموسيقى الأندلسية. هو المسمى بكناش محمد بن علي الجمعي. هذا ماشي عمل ديال شخص واحد، جمعوا المعلمين اللي كانوا ذاك الساعات في ذاك الفترة، تنعرفوا بعض الأسماء ديالهم، كان زيع السام البريهي بان محمد البريهي، وكان تحيفة، وكان حدو بن جلول، وكان واحد العدد ديال المعلمين اللي كانوا ذاك الفترة، جمعوا وجلسوا واحد المدة وهما تيشتغلوا حتى وجدوا الديوان. هذا جانب. العربي الجامعي بان محمد المختار الجامعي، العربي الجامعي بان محمد عمل كان فتح اول مدرسه لتعليم الموسيقى الاندلسيه قدام القصر الملكي في فاس. هذه كذلك لعبت واحد الدور في تكوين واحد العدد ديال الموسيقيين وديال المعلمين. هذه المجهودات اللي بدلوا الاسره الجامعي والكتاب ديال الكناش الجامعي اعطى الموسيقى الاندلسيه الصوره ديالها اللي كاينه الان. فالاله اللي تغني دابا الان اللي كاينه دابا في السوق هي كناش محمد بالعربي الجامعي، مسمي على الاسم ديالو، ماشي والده المعلم اللي كانوا ذاك الفتره، ولكن مسمي بسميتو لان هو اللي صار عليه، هو اللي راه النسخ ديال هذا الدواوين كلها كاينه في المعرض ديال بغيتي تشوفوها. هنا واحد عملنا واحد الاستدراك، رجعنا لكناش الجامعي لكناش الحايك. المكتب محمد بن حسين الحايك لكناش ديالو في ذاك الفترة الحالكة من الوباء وغير ذلك، وجد على أنه واحد الطبوع اللي كانت معروفة في الموسيقى الأندلسية حسب ما تكلم عليه إيقاد الشموع 25 طبع 25 نغمة. أشبه أن هذه الأنغام ضاعت، النوبات ديالها ضاعت، ما بقاتش تتغنى. ففكر أنه يختار النوبات القوية، وذاك النوبات اللي ضعيفة يدمجها في النوبات القوية اللي قريبة لها. هادشي اللي بيتكلم عليه سيدي عبد الجليل ان شاء الله بيتفسر احسن مني. المهم الكتاب ديالو جا، الكتاب ديال الحايك هذا جا في 11 نوبة ماشي 25، 11. علاش؟ لانه عمل واحد العمل ديال التجميع وديال اعاده الترتيب ديال هذه اللي بغينا نقول حنا في الفقره. جاء كنا شو مشتمل على 11 نوبة، رمل المايا، صبيهان، المايار، صديق، السيدان، غاز، غير تحسين، الحباز الكبير، الحكاز الشرقي، عرق عشر، عشاق، يعني اللي كاين عندنا الان. كناش ملي تنقارنوا الكناش ديال الحايك والكناش ديال الجمعي تنوجدوا ان واحد الخلاف كبير كاين. اولا الترتيب ماشي هو، ثاني الصناعي ماشي هما، تنوجدوا انه المعلمين الكبار بدلوا بزاف الاشعار ودخلوا اشعار صوفيه ودخلوا اشعار جديده وحيدوا واحد العدد ديال الاشياء اللي كانت مستعمله مابقاش مستعمله، بحيث تنوجدوا على ان كناش الجمعي عمل اعاده الترتيب. وعمل اهم حاجه عملها كناش الجمعي هو ترتيب الميزان، لان من قبل لما تنشوف الدواوين القديمه بحال عقود الغناء ولا ايقاد الشوع ولا كذا تنوجدوا انه المعلم ما تيلتزمش
الترتيب ديال الميزان الموسع مورا الموسع الموسع القنطره والسراب داكشي مسجله بحال اللي نشوفوا الان. لا كان اللي ظهر له تيعملو بعض المرات يكون يغني بوحدو تيعمل صناعه من الوسط وصناعه من الراس وكذا بحيث اللي غادي يعطي الموسيقى الاندلسيه الحله ديالها الجديده الان رتب الميزان ديالها الترتيب على القاعده هو كمناش الجمل ولذلك يعود له فضل كبير على الموسيقى الاندلسيه. هنا هذاك الجماعه اللي دويتكم عليها الان اللي صوتها الديوان كان خدات التعليمات من السلطان انه الديوان الجديد كنا الجمعي هو اللي تقرر ويعدل عن ما سواه ويعدل عن ما سواه اصبح هو العمده بحيث ذاك المعلم اللي داو كنا شارع بداو يقريو يعلموه صافي ويعلموه لتلامذتهم وكذا واصبحوا العمده. الدليل على ذلك وانهم تناخذوا كتاب ديال السمطار الرحمات ديال العبد السوداء هذا كتاب تيتكلم على البغضاء قصيدة البغضاء كيفاش تغنى في قبة دوري دريس ودير فيها لأنه لما تيوصلوا لواحد المحطة في البغضاء تيغنيو صنائع من الآلة في الموضوع بمدح جا هو في الكتاب ديالو عمل كنا الجمعي بمعنى أنه أصبح معتمدا فوقاش كتب هادشي في سنة 1990 بمعنى أنه من بعد يعني 1885 حنا 1990 أصبح كناش الجمعي هو الكناش المعتمد والكتاب ديال اللي ديال اللي عاد حقق السي عبد العزيز بن عبد الجليل ديال اغاني الثقه التدلي تيتكلم كذلك بالتفصيل على هذه المرحله وحضر على المرحله ديال الميلاد كناش الجمعي وتيقول انه كناش هو المعتمد الان في الطرب. الموسيقى نتكلم الان على الموسيقى بالنسبه لاول القرن العشرين. في القرن العشرين بقات الاله على الشكل القديم كانت واحد الملاحظه خصنا ننتبهوا لها وان المعلمين الكبار رحمهم الله جميعا كان المعلم تيكون داك الشيء عنده الموسيقى عنده الخزونه في السطر ديالو لا يمكن ان يعلمها للاخرين الا علمو تعلمو انصرافات وكذا الصناع الكبار ما كانش يتعلمها الا تعلمها الا شي واحد عزيز عليه وقريب منه او يخلص الفلوس بزاف بسبب داك الشيء انا غتبقى غادي تضيع لان تتبقى عند ناس كبار وتيكون صراحه تيعدي مع داك الشيء كله فهذا هو اللي لاحظوا الهواه ديال الموسيقى الاندلسيه عام 39 لما تعقد المؤتمر ديال الموسيقى الاندلسيه عام 39 المؤتمر ديال الموسيقى المغربيه كانت واحد الجماعه ديال الهواه على راسهم السي محمد الفاسي رحمه الله ومعاه السي احمد الصغاري ومعاه سامي فيلالي ومعاه واحد الى عدد من الوجوه الاشخاص كانوا مولوعين وتيحسوا بالضياع ديال الموسيقى الاندلسيه جاوا هما داروا في فقره ديال المهرجان انه الدوله تستدعي المعلمين الكبار وتعمل لهم واحد الاستنطاق لهم شنو حافظين من الموسيقى الاندلسيه راه هذا البيفي ديال هذه العمليه راه كاين في المعرض ديزو في المعرض جلسوا داك المعلمين كله تسعود المعلمين من المغرب كله بقيت تاري ريهي حاج عثمان التازي عبد الكوريش كاع المعلمين الكبار ديال ديال فاس وديال مراكش وديال الرباط وديال كلش جمعوا كلهم تسعود بهم واللي عنده شي حاجه صرح بها وخرج قرار انه هذه الموسيقى اللي كاينه في هذاك الوثيقه اللي راه تشوفوها تحت ينبغي ان تبقى للجيل الجديد وتتعلم في المعاهد وتعطات قوه كبيره للمعاهد ولتدريس الموسيقى الاندلسيه في المعاهد حتى انه بقات المرحله هذيك المرحله من 39 حتى الاستقلال المعاهد تعلموا غير الاله صافي وملي جات الاستقلال المعاهد كذلك تعلموا غير الاله عاده دخلت الموسيقى الغربيه والشرقيه وكذا وكذا المعاهد كتستعلم الاله صافي باش الاله تبقى مستمره وهذا هو الفضل اللي تعود لهذا الرجل اللي تعتبروه مهرجان حاسم ومؤسس للموسيقى الاندلسيه الحديثه. الان نعطي واحد التعريف بالنسبه للشباب اللي معنا حاضرين واللي ما تعرفوش ربما هاد الناس اللي حنا معاهم على الموسيقى الاندلسيه في النصف الاول من القرن العشرين في قصه محمد فريهي رحمه الله لاحظوا انه خلق في القرن التاسع عشر وتوفى في 44 شهر الإمام الواسع بطرب الآلة وبراعته في أسفع الآلة الرباب وكون واحد مجموعة من التلاميذ هو معلمش بزاف هو علم واحد عدد قليل ديال الناس التلميذ ديالو المخلص هو الحجر كما غير لأن كان لاصق فيه متصل به باستمرار هو التلميذ ديالو الحقيقي وكان لما داز المؤتمر ديال 39 لزموه ديك الساعات السلطة ديال الحماية أنه يعلم الموسيقى دار السلاح علم الضحية السلاحي علم ميزان واحد الطحين اسمهان ونهار كان التعليم على انه خرج بالراحه يقول انه غادي يبغي في غير بريه غادي يعلم كذا
طلعت القيسارية شدوا الحوانت القيسارية كل شيء طلع يتعلم الآلة عنده في كيبريه طلع إلى إصبهان لذلك طلع إصبهان شاعر نفاس ومعروف في البلد كيبريه رحمه الله كان عازف على الرباب من على رفيعة وتعلم على باه سعد السلام وهو علم كذلك الحجر كيم الرئيس وتعلم عليه ملحن دوكلي شي حاجة قليلة نزيدوا شخص آخر الحاج عمر الجعيدي هذا الحاج عمر الجعيدي رحمه الله تابع كذلك من المعلمين عاش في بداية القرن الماضي القرن 19 ومات عام 52 ولد بفاس وضيع في عسكر على أسر رباب والكمال تسمعوا دابا الجوق ديالو هذه المشاركة ديال الجوق ديالو في القاهرة هذا المنشد ديالو اللي كان معاه هو هذا الحاج عمر الجعيدي كان جميل الصورة وكان حسن العزف على الرباب وعلى الكمال وعلى الأخرى وكان ترأس الوفد المغربي اللي مشى حضر في مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة عام 32 وهذا هو التسجيل ديالو اللي سمعوا التسجيل ديال عام 32 1932 ثالث الكبار اللي عاشوا في نصف 2020 هذا الوفد الموسيقي اللي حضر في القاهرة كاين على اليمين عبد السلام بن يوسف عازف على الرطاق كاين قدامه حبيبين بيركو من أقباط كان قدامه الحاج عمر الجعيدي قدامه بن غبريط العازف عن الكمال قدامه الفقيه المطيري وقدامه دادي العود وقدامه شويكا المطرب شويكا شويكا هو هذا الصوت الرفيع اللي تسمعوا هذا هو ديالو رفيع وجميل ثالث الثلاثة الكبار هو الفقيه المطيري رحمه الله ولد بفاس توا في نهاية القرن التاسع عشر، كان وقتها بعث أخي من القرن التاسع عشر، ومات عام 46، كان عازف على الآلة الكمان وعلى الرباب وعلى الآلات الموسيقية كلها، وهذا عنده واحد الفضل كبير لأنه علم واحد الشريحة كبيرة ديال التلاميذ، وخذوا عليه واحد العدد ديال المعلمين، والآلة ديالو تسمي زر الرصانة ديالها، هذا المعلمين الثلاثة اللي بينا عليهم الآن، كل واحد عنده الآلة ديالو عنده واحد الطابع، سي عمر الجعيدي كان الآلة ديالو شوية مهزوزة. كان تريك الآلة ديالو شوية غزيرة مستعرة وكان تريك الآلة ديالو وسط كل واحد عنده واحد الصفة ماشي بحال بحال تيعزفو كل واحد عنده أسلوبه في العزف هادو معلمين أخرين عاشوا ولكن ماشي في مستوى هذا كان حبيبي البيكو كان رئيس الجوق ديال الإذاعة الوطنية حتى 1952 هو رئيس الجوق ديال الإذاعة الوطنية راديو ماروك قدامه الحاج عثمان التازي عنده جوق فاس كان مشهور معروف وتمسع بقدر كوكيش اللي كان استاذ من عهد واللي غادي يحضر في المؤتمر ديال 39 ومعاه الجوق ديال الشبان بحالكم هكذا اللي تيعزفوا كذا الى اخره النصف الثاني من القرن العشرين التلاميذ ديال هذا الجماعة ديال هاد المعلمين هما اللي غادي يشوفوهم في قسم النصف الثاني من القرن العشرين كاين واحد الفرق بينهم وبين الجيل السابق الجيل السابق ما كانش الجوق تبعوا معايا هذه الملاحظة ما كانش مفهوم الجوق الجوق يعني واحد الجماعه ديال الناس يخدموا في السفره اليوم غدا وكذا 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 وعندهم تعبير موسيقي واحد لا كان المعلم كان راجع عند واحد الحفله ولا عند حفله تيخطع المعلم تيقول له واش كون بغيت تستعمل في الجوق قال له بغيت العوام في الفلاني ولا الكماجي في الفلاني وكذا كذا وتيختاروا وتيجي يحفظوا مع المعلم لحيث ما كانش جوق كان الجوق يعني حسب المزاج ديال صاحب الحفله ولا حسب بعض المرات يكلف المعلم تيقول له انت شوف لي تيختار واحد لازم لما جا عام 39 وبانت جاو كان ديك الساعات الفرنساويين والاوروبيين وكذا وكذا وشافوا على انه الامور تبدلت الجيل الجديد اللي جا من بعد اسس الجوق الجوق يعني مجموعه ديال الافراد عواده وكماجيه وعازفي الايقاع وكذا ويكونوا يخدموا مع المعلم وتسانسوا بالفقه ديالو وتسانسوا بالعمل ديالو وهذا هو اللي عطى الجيل الجديد عطى واحد الميزه خاصه باش تشاهدوا الدراري تنسمعوا الان ديال الملاحن ديال الكليلي ديال الحاج عبد الكريم الرئيس القدام وديال هادو محمد عبد 82 هادو تساجيل عصريه لابد نفهم في ذاك الوقت لانه فيها لوكستراسيون توزيع جديد وفيها تنظيم العزف فيها الى غير ذلك هادشي كان نقولوا في هذه اللوحه الان غادي نتكلموا على الجيل اللي ود عليه اخر القرن الماضي على الموسيقى الاندلسيه في النصف الثاني من القرن العشرين ملحن دوكلي رحمه الله خلق فاس وتتمدى على يد عدد كبار المعلمين
والتلميذ ديال فقيه الفقيه ديال بريهي كان هو معلم نجار وكان في الفتره ديال الوطنيه وفي الفتره ديال الازمه الاقتصاديه رحل طنجه واستقر فيها واحد المده ديال 10 سنين وتزوج تما ودار الاسره ديالو وكذا ولكن عاود رجع لفاس رجع لفاس واسس فيها الجوق ديال عام 46 وعام 52 استعاوه اصبح مدير ديال رئيس الجوق ديال الاذاعه الوطنيه بدا تعاود حبيبين ديالكم الجوق ديال مليح الدوكي اللي كان من اروع الاجواء لان كان فيه منتخب ديال احسن العازفين على الصعيد الوطني الحاج عبد الكريم رحمه الله من بعد توفى دريا عام 44 خلى جوق فيه ناس كبار شويه وفيه كذا فالحاج عبد الكريم خذ ذاك الجوق وكافح معاه يعني واحد المده طويله معاه الحاج محمد الخصاصي ومعاه عازفين كبار ذاك الساعات اسس الجوق ديالو واعاد الحياه لهذا الجوق والاستمراريه الصوره ديال الجوق في المهرجان ديال قصر من الدين 82 محمد عبد التمساماني تلميذ ديال مليح الدوكيلي لما كان في طنجه مليح الدوكيلي تعلموا عليه واحد العدد ديال المعلمين نجمتهم سي محمد عبد التمساماني اللي هو طنجاوي ماشي تطوان طنجاوي ولكن عين السلطان سيدنا محمد الخامس رحمه الله مدير ديال المعهد الموسيقي تطوان فانتقل الى تطوان واسس واحد الجوق عتيد مهم هو ثالث الاجواق الكبرى في المغرب الصوره ديال الجوق ديال 82 في المهرجان ديال 82 وعمل واحد الجوج ديال اليازل بقاو في التاريخ الكوري قائد نصف الاستهلال وبسيط عز الدين هذا هو اثناء العصر ديال قائد نصف الاستهلال خلال هذه الفتره سيطرت الاجواق الثلاثه على مشهد الموسيقى الاندلسيه حيث اثرت المهرجانات الفنيه وكان سفيرا من التراث المغربي العتيق في عدد من بلدان المعمور فلاحظوا هنا جوق ديال المغرب في اجواق ثلاثه خلطين تعزفوا في عيد الموسيقى في ايطاليا عام 72 ندخل الان الديوان الشعبي للموسيقى الاندلسيه دوينا على الدواوين ولكن دوينا على الحايك وكنا الجمع دابا الان غنتكلموا على الدواوين اللي كاينين دابا يعني بعد الاستقلال اول ديوان ظهر في السوق اللي تيلقح الموسيقى الاندلسيه حنا غادي نتكلموا على المقارنه بين الدواوين القديمه والجديده كاين الكناش ديال عبد اللطيف بن منصور رحمه الله اللي هو مجموع الدجال وتواشيح واشعار الموسيقى الاندلسيه ظهر في 77 ظهر من بعد منه كناش ديال الحاج ديال التوي بن جلول رئيس جمعيه الهوات عام 81 سمى الكتاب ديالو التراث العربي المغربي في الموسيقى هذا الحاك الاول التراث العربي المغربي في الموسيقى الديوان الثالث من وحي الرباب للحاج عبد الكريم الرئيس صدر سنة 1981 غادي نتكلموا على الدواوين والخصائص ديالها ثم ديوان الآلة لمهدي الشعشوع اللي ظهر هذه واحد السنتين تقريبا في سنة 2009 يمكن 2009 كذلك بدل الجدال ملحوظا في كتابة الموسيقى بالنوطة لأن تبين على أنه إذا بتكتب شي موسيقى أندلسية بالنوطة غادي تضيع الأنغام ديالها فبدوا واحد المجهود كبير لبعض المؤلفين وألفوا الآن عندنا 8 ديال الدواوين 11 نوبة عندنا 8 منها 8 ديال النوبات منها منوطة 5 منها أو 6 منها صوب يونس الشامي اللي غادي نعملوا التكريم ديالو إن شاء الله يوم السبت وواحد ألفوا عملوا السي حمد بريه اسمه حمد بريول وواحد عملوا جمال الدين العلال اخيرا توا غادي يتكرر ان شاء الله يوم السبت في الصباح دار واحد المجهود بالنسبه للموسيقى الاندلسيه خصكم تعرفوا حتى هو وهو انه جمعيات هوات سعات واجتهدت لدى وزاره الثقافه لتسجيل الموسيقى الاندلسيه التسجيل ديالها باش ما تضيعش فاستجابت وزاره الثقافه وعملت واحد المجهود واتصلت بواحد الدار باريس دار ثقافة العالم
وجاب صدق الخبراء ديالهم وتسجلت الموسيقى الاندلسيه كلها بين 1989 حتى 1993، كلها 3 سنين سجلت على كلها تحت اسم انطولوجيات الموسيقى الاندلسيه المغربيه، وهي روايه رسميه للموسيقى الاندلسيه. هي اللي شافوا في هذه الانطولوجيه الحجر كما رحمه الله سجل 4 ديال النوبات، محمد عبد الثمانية سجل 2 نوبات، سعيد الزيتون من طنجة سجل 3 نوبات، الجوق ديال الإذاعة كان توفى مريح من بوكيلي خلفو طوط اسمه محمد طوط سجل 2 ديال النوبات، هذا البيان ديال هذا الشيء كله. وبقى قدام جديد واحد المزاد سجلو قدام جديد وقدام بواكير سجلو الجوق ديال وزارة الثقافة ديال رئاسة السي محمد بريوي. لابد نقولوا شي كلمة لأن تكلمنا على الرواد تكلمنا عن المعلمين الخلفاء ديالهم، الان عندنا جيل جديد تبارك الله ديال الموسيقيين، هذه الكلمه رغم تاثر الموسيقى الاندلسيه بوفاه الوالي الثلاثه في العقد الاخير من القرن الماضي، فقد برزت عده اجور شابه حملت مسؤوليه الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه المغربيه، وفقهم الله واعانهم. شكرا على انصاتكم واسوقكم للاستراحه 10 دقائق او 15 دقيقه، شربوا واحد كوزتين معنا في الهوب في نعم، وشوفوا المعرض ونعاود نرجعوا، قلنا شي جوج نقاط ماشي طوال ولكن مهمين، واحدة تتعلق بالمصطلحات، واحدة تتعلق بالمقارنة بين الدواوين. هذه احنا داخلين منها. شكرا لكم. 11. قدمنا الدواوين ديال الموسيقى الأندلسية اللي تكتبوا من بداية تأليف الموسيقى، التأليف ديالها والجمع ديالها حتى مجموعتين. مجموعة سميناها الدواوين القديمة، يعني دواوين التي تبتدئ من كناش في أصول الغناء اللي ترجع التاريخ ديالو القرن 15 منتصف العصر السعدي حتى لكناش جابو لأحمد زويتل، هذا الكناش كله ما بقينا عندنا في المغرب، هذا الكنانيش القديمة أو المدونات القديمة الموسيقية إلا عملنا واحد القراءة فاحصة لها، بغينا نعرفوا شنو فيها، شنو الآلات فيها، شنو هي الآلة اللي كاينة فيها في هذا الدواوين، علاش شي كبير وشي صغير وشي كذا، يعني نعملوا واحد المقارنة نشوفوا كل واحد اش فيه. نبداو بواحد كناش سميتو كناش في أصول الغناء، كان شغلاني من في الرعادي في الهواية ديالي واحد الفكرة تنقول هذه الموسيقى الأندلسية اللي انتقلت من الأندلس للمغرب، شنو انتقل منها؟ وشنو ضافوا المغاربة؟ ما الذي أضافه المغاربة؟ وما الذي جاء من الأندلس؟ كنت نقلب وتنبحث علاني نصيب شي مرجع أو شي كتاب أو شي مدونة أو شي من هذا القبيل. طبعا خزان العام مدى الرباط وخزان حسن شي كله ما خليت حتى شي حاجة ما وجدناش، إلى أن شاء القدر أنني نوجد على واحد نعتقد على واحد المخطوط ديال هذا ديال القرن 15. شنو القرن 15؟ لأنه فوقاش خرجوا الاندلسيين من الاندلس 1492 1492 سلموا المسلمين غرناطة لاسبان وخرجوا منها، وبقاو جالسين واحد المده تما في اسبانيا كموريسكيون كموريسكوس حتى طردهم بصفه نهائيه فيليب الثاني سنه 1603، ما بقى حتى مسلم نهائي تيدور في او موريسكي تيدور في الاندلس. إذن بغيت نعرف انا فهاد كنت نعرف بغيت نعرف الموسيقى اللي انتقلت للمغرب شنو هي الموسيقى، وتنقلب على المدونات ديالها. وجدت واحد الكتاب راه ما كاينش في السوق، ما موجود ما تعرف واحد الان لحد الان، هذا الكتاب هو عباره عن ديوان كنت شي واحد من الاخوان الاصدقاء ديالنا قال لي الله يخليك الوالد راه توفى وخلى واحد الخزانه مهمه اجي معايا شوفها لي الله يخليك شنو فيها. فعلا مشيت عنده والخزانه فيها المخطوطات فيها كذا، جلست معاه يومين يلاه هذه الى اخره، حتى مشى لواحد كناش هكذا واحد مجلد بحال هكذا، ما مشلتش غير مجموعه هكذا، قال لي تعالي هذا كتاب الاله. قبلتو تنشوف تنجبو كتاب ديال في الشعر ديال تنغني في الاله جزء منه، قلت له خليه لي، كان الصباح هذا قلت له بالعشيه نشوفو نبدو عليك خبر. خديت ذاك الكتاب شجبو كتاب تيدوي على الموسيقى الاندلسيه، فيه اول مقدمه فيها 80 صفحه. مقدمة كبيرة فيها علم الموسيقى والموقف الفقهاء والعلماء منها والأنغام والطبوع والعود كي تيتصنع وكتبدا شي واحد 80 صفحة،
وبالإضافة إلى ذلك الديوان الشعري. وتقول في مقدمة الديوان: اعلم يرحمك الله أن الطبوع المستعملة في الموسيقى الأندلسية 64 طبعا، 64 طبعا، 64 طبعا في الموسيقى الأندلسية، 4 أصلية و60 فرعية. تقول: إلا أن أهل زماننا هذا لم يعودوا يعرفون منها إلا 36 من الكلمة. حنا عندنا تنقول العملية وحنا 25 من 36 كي دايرة 36. بقيت تنخلف في الكتاب تنجبر تيدوى على الأنغام الأسماء ديالها ما معروفاش بالنسبة لنا. فحاولت خديت الكتاب هو عندي نسخة منه وتنحاول ما أمكن نعمل واحد التحقيق. التحقيق تيقتضي أنني خصني نشوف نسخة أخرى. داك الكتاب فيه واحد طايرة منه الورقة الأولى وطايرة منه واحد الطرف الثاني. خصني نصيب واحد النسخة كاملة باش يمكن يطبع ويخرج للسوق، لأن تيعطي فكرة على الموسيقى كيف انتقلت من الأندلس للمغرب. لأن هذيك الفترة اللي دويت عليها دابا الآن يمكن يكون هذا المؤلف هو الكتاب ديال محمد بن علي الوجدي. ما عندنا تأكيد، ما عندناش تأكيد، لأن الورقة الأولى ديالو ضايعة. يمكن يكون هو هذا ديال اللي تألف في القرن السادس عشر، يمكن يكون قبل من هذا الشيء. المهم أنه هذه الحلقة المفقودة ما كانتش عندنا. حنا هذا الكتاب اللي درناه في المغرب ودرسناه بحال مع المدونات غنشوفوا شنو فيه. هذا الكتاب في أصول الغناء، سميته أنا في أصول الغناء، في أصول الغناء، المؤلف ديالو مجهول، ترجع للعصر السعدي يعني القرن السادس عشر. عدد الصنائع دي فيه 468 صنعة، ولكن البنية ديال النوبة وديال الطبع ماشي بحال اللي عندنا دابا الآن، شكل آخر، عنده شي إيقاعات في شكل وعنده شي أمورات في شكل. ما نطولوش في هذا المقدار ديالها. من بعد منه إيقاع الشموع اللي حقق عز بن عبد الجليل واللي هو مبثور، مبثور من الأخير بحيث هو الله طرف منه هو اللي كاين، كتب 1730 فيه 167 صنعة. من بعد منه الروضة الغناء، كتاب راه كاين عندنا نسخة منه في المغرب، هذا كتاب تام ولكن فيه 462 صنعة، قريب من هذاك الأول. كناش ديال الحايك ديال الحق الأكاديمية اللي المجلد الأخضر راه كاين عندنا في المغرب، هذا مبثور طرف منه في الأخير ومبثور في الوسط، ولكن فيه 545 صنعة. كناش الحايك ديال النسخة ديال القوق هاي وكاين عندنا تما، كنا نسخة كاملة تامة، تنعتبروا أن هذا هو كناش الحايك الحقيقي، فيه 747 صنعة. من بعد منه كناش الجمعي اللي عليه هو الآن النسخة ديال الآلة اللي عندنا الآن، فيه 778 صنعة. ثم أخيرا كناش مليح مزويتل اللي هو نسخة من الحايك، من نسخة من كناش الجمعي ولكن زايدة شي شويش، فيه 822. الملاحظة اللي خرجنا من هذا المقارنة الدواوين شنو هي؟ أولا هاد المصادر السبعة كلهم ما فيهمش الدرج، الدرج ما كاينش بالكول نهائيا، الدرج ما كاينش. كانوا تيعتبروا المعلمين القدام مالين هاد الدواوين أن الدرج ديال المسمعين ماشي الآلة، ماشي ما كاينش الدرج، كاين ولكن اللي يعتبرونه من الموسيقى الأندلسية، تيعتبروه شيء مصنوع ابتكروه الناس ديال الزاوية وراه ديال الزاوية. النقطة الثانية هاد المصادر ما فيهاش شي ميزان، القيموس الرصد والقيموس المشكل، ما عدا كتاب إيقاف الشموع هو اللي جاب هاد الجدول ديال الميزان. بقية المصادر تخلو منها هذه تخلو منها هذا الميزان. الملاحظة الثالثة هاد المصادر السبعة ما فيهاش البغاول بالكل، المستعملات الملحونية الملحونة اللي تستعمل على البغاول ما كاينينش نهائيا. الملاحظة الرابعة وهذه ملاحظة مهمة أنه الموشحات الأسجان اللي تتغنى ماشي بحال بحال، بمعنى تيبان من خلال المقارنة بيناتهم أن المعلم كان اللي تيجلس عنده القدود في راسو، القياسات ديال الغناء، تيختار الشعر اللي عجبو ويخلي ذاك الآلي اللي معاه ساكتين خصو يغني هو بوحدو. هاد الموضة كانت موجودة، حنا ذكرنا شي شوية منها الآباء ديالنا عودونا عليها، يعني تيقول لك الجو رئيس الجو سكت الجو كله وغنى بوحدو. هاد العادة بانت من خلال هاد المقارنة بين هاد، لأن كاين خلاف كبير في المدونات في الأشعار وفي كذا وكذا، القدود راه كاينة ولكن شتي تعمل هاد الشعر، شتي تعمل شعر آخر، شتي تعمل شعر آخر وهكذا. آخر ملاحظة، المجهود العلمي ديال التحقيق ديال الأنغام والطبوع تيقتصر على المقدمة النوبة، وهاد المقدمة النوبة جبرنا على أنه شي تينقل من شي، لأن أنا كنت تنظن بأنه المقدمة ديال النوبة دارها الحايك. جبرنا انه البعصامي
نفس الشيء دار ربما وسع من داك الشيء، ولكن هذا الكتاب اللي دريتكم عليه الان مقدمه نبات كبيره وما فيها عمران ديال التفسير والشرح وكذا، بمعنى انه المجهود العلمي اللي كاين في هذه المصادر القديمه هو فقط مقدمه النوبه. نشوفوا المصادر الجديده اللي عاد تكتبت دابا في القرن العشرين. هذه المصادر دوينا قبيله على اربعه، غنزيدو دابا على خمس. كاين عندنا الكتاب ديال سي عبد الدين النصر، مجموع اسجار وتواشيع اشعار الموسيقى الاندلسيه المغربيه. ليها كاين في تكوت. زيد خلينا في الكتاب عندنا، صافي. كتابة صغيرة عشان شفنا كنا كاين كتاب ديال عبد الدين النصر، كاين كتاب الحاج جلستون بن جلون، وكاين كتاب ديال الحاج عبد المغيث رحمه الله، وكاين كتاب اللي جمعوه الناس اللي جمعوا الانطولوجيا ديال الاله، اللي سجلوا التسجيلات ديال الاله، داروا واحد الكتيبات صغيرة بين مربعين معها تيديروا فيهم الاشعار ديال المقدمات النوبه وداك الشيء في واحد الحويجات مزيونين. وكاين اخيرا الكتاب ديال الشعشوع ديال مهدي الشعشوع ديوان الالات. اللي تنقارنوا بهذه الدواوين من حيث عدد الصنائع، لان الصنائع هي تعطي الحجم ديال الاله، الحجم ديال الاله. تنوجدوا ان الكتاب ديال ابن منصور فيه 1197 صنعه. 1197 صنعه. والدراج اللي كانوا ما كاينينش في المدونه القديمه كاينين عنده 247 صنعه. يعني 20% من المجموع. كاين التراث العربي المغربي في الموسيقى ديال الحاج بن جلون عنده 1131 صنعه. عدد صنعه الادراج 156 13% من المجموع. من حي الرباب ديال الحاج عبد الكريم الرئيس عنده 994 صنعه فيها 100 صنعه ديال الادراج. ديوان انطولوجيه الاله هذا اللي هو كتاب رسمي ديال الموسيقى الاندلسيه فيه 1046 صنعه الادراج 130. ديوان الاله ديال الشعشوع فيه 1035 صنعه الادراج 80 صنعه تتشكل 7%. هاد الملاحظه الاوليه اللي غتبان من خلال هاد الدواوين هو انه كاين اختلاف كبير في عدد الصنائع. الا كانت الاله معروفه الاله، علاش يكون هذا الاختلاف؟ منين جاء الاختلاف؟ الجواب واضح. اولا الروايه ديال الادراج، الادراج لانه هما العنصر ديال الاختلاف الاساسي في هذا العدد ديال الصنائع. الحاج عبد اللطيف رحمه الله بن منصور مسمع عمل الادراج اللي كاين الصنائع اللي كاين في الدنيا والاخره كلهم جمعهم في الكتاب ديالو وزاد التلاحين ديالو، راه 100 صنعه ملحنها هو دخلت في الالف. هذاك باش العدد طلع ل 1197 1200 صنعه تقريبا. اذا الخلاف كاين اساسي فاش في عدد الادراج. كاين اختلاف كذلك في عدد البغاوين. كاين اللي عنده 48 بغواله في كل شيء، وكاين اللي عنده 87 بغواله. كاين اختلاف كذلك في عدد البغاوين. كاين اختلاف كذلك في عدد الحاق الصنائع ذات الصبغه المحليه. صنائع تطوانيه ولا صنائع الشاول ولا صنائع ديال كذا، شي تيديرهم شي تيزولهم. كاين خلاف. كاين كذلك خلاف في المجهود العلمي المبذول في تحقيق الديوان. هذه ملاحظة مهمة. كاين بحال دابا الحاج ديال السومي بن جلون دار واحد الخدمة شكل، قال هذاك الأشعار اللي مكرر عندنا في الآلة، حلو ما عندنا في الديوان ديال الآلة عندنا أشعار تنغنيوها في ألغام مختلفة، شعر واحد وكتبهم في ألغام مختلفة. منين جا هذا الاختلاف؟ منين جا الناس اللي كانوا تيصوبوا الكناج ديال الجامعي تيعرفوا بأن الآليين أغلبهم فيهم أميين، صعيب عليهم يحفظوا داك الشيء كالعجب كله ديال الشعر. بداو تيلاحظوا القدود، القدود القد ديال الصنعه، وتي الا كانت الصنعه كاينه تيجيبوها نفسها. بحال دابا مثلا ناخذ مثال على سبيل المثال جوفوني قادس الى حيني، كاين منا في الاله 12 صنعه مره تتغنى، تتغنى في الضاحيه كلهم وفي القايموس مره، بمعنى انه هذا التكرار الحاج ديال السوم مجلو بغى يخلص منه الاله، بغى يعملها كلها رجع للمصادر القديمه وبدا تيعمل هذه الصنعه تتغنى الان كذا وفي وزنها كذا كذا. وجا كتاب ديالو كبير وفي واحد مجهود علمي كبير يعني حقيقه. من الاشياء اللي تبدلت كذلك المهدي الشعشوع عمل واحد التحليل ديال شي حاجه جديده، عمل تحليل ديال الطبوع، الشيء اللي ما كاينش في الدواوين الاخرى.
الحاج عبد الكريم في الكتاب ديالو ديال الحرابات الله يرحمه رحمه الله كان التزم بالروايه ديال المعلم الهويه الله يرحمه. قال لك انا لهذا الكتاب غادي نعمل فيه كيف كانت الاله تغنيها المعلم الله يرحمه الحاج محمد بريه اسمه محمد بريه. اذن قدم لنا في الكتاب ديالو هذاك على الشخصيه ديالو جا صغير في 1990 سنه عمل روايه ديال المعلم بريهي وضاف عليها واحد الدرجه رسمه درجه 60 لان الحاج الحاج الله يرحمه بريهي اسمه محمد بريهي ما كانش يعترف به ما كانش عارفه ما كانش عنده لها في التحقيق كان اللي عندنا تحت ما كانش عنده ولكن هو ضافه قال لك ما فيها هذا كتاب مزيان هذا ديما درجه مزيان زيدو. هذه بصفه عامه الملاحظات شنو يمكن نستنتجو بصفه عامه شنو خصنا نعملو خصني تكتب ديوان اخر جديد جامع يكون جامع شكلو تصور الاله كيف هي ويكون هذا الكتاب في التحقيق ديال الاشعار صعب اللي الاشعار اللي عندنا شكون اللي نشاها وشكون اللي كذا في كذلك طبع مدققه بالارقام في عدد الادوار فيه المسائل التي يحتاجها الفنان والهاوي نحن محتاجين الان في هذا الديوان ونتمنى على الله يوفق ربي شي واحد من الهواه او المعلمين ويعمل واحد الديوان اللي هو متوفر فيه هذه الشروط كلها. هذه المقدمه اللي قدمت لكم الان غير باش تعرفوا شنو محتاجين الان حنا في المستقبل محتاجين ديوان ديال الاله كامل وفيه يعني الروايه متفق عليها ديال الموسيقى الاندلسيه ما يكونش الخلاف كبير تيوصل 200 صنعه ما عندها معنى كتاب فيه 990 صنعه وكتاب فيه 1190 ما عندها معنى خص يكون كتاب فيه الاله كامله متفق عليها وإلا لحن شي واحد على الموسيقى الاندلسيه في المقام ديالها في الايقاع ديالها والشكل ديالها واحترم الشروط الفنيه ديال الموسيقى الاندلسيه نضيفوه نعملوا ملاحق بحال دابا مثلا في العام الماضي جا السي حمد الزيتوني الله يشرف فيه هذا وعمل في جمعيه البعث ميزان قائم ونصف الحسين لحنوا تلحين جديد ولكنه تلحين جميل وبالقاعده وفيه الطعم ديال الاله على القاعده وفيه القياس ديالها وفيه جميع الشروط الفنيه اللي خصها تكون يعني غادي نعملوا الديوان ونعملوا الملاحق اشياء جديده لان الحنا شي واحد ولا كذا ما فيها باس لان الطرب تيكبر ماشي صغار يكبر ماشي باس مكان. هذه خلاصه ديال النقطه الاولى المتعلقه بمقارنه الدواوين مع بعضها عطيتها لكم باش تعرفوا شنو كاين في الان في الحال الاشياء اللي تعملت والاشياء اللي هي مصدر ان شاء الله تعمل في المستقبل. بقات لي نقطه تتعلق بالمصطلحات لاحظت انه عدد كبير ديال الطلبه معنا وديال الشبان ربما يبغيو يعرفوا بعض المصطلحات المدلول ديالها غادي نعرج عليها بصوره مركزه. الموسيقى الاندلسيه بحال الموسيقى كلها عندها مصطلحات تقنيه خاصه بها. نبداو بالمصطلح الاول النوبه. النوبه شنو المعنى ديالها؟ النوبه تجمع على نوبات ومعناها الدور العربيه نفس النوبه، النوبه هي الدور. نوبه فلان او الدور ديال فلان. هذه الكلمه ديال النوبه ربما كانت تستعمل في للدلاله على البرنامج اللي غادي يقدمو شي واحد اللي فيه مثلا الخليفه جالس ولا السلطان ولا كذا وغادي يدخلوا عندو المغنيين بالنوبه كل واحد يقدم النوبه ديالو هذا النوبه ديال فلان تيقدم فيها كذا كذا وهذه النوبه ديال فلان هذا المصطلح ديالها ولكن هذا المصطلح مشى للموسيقى الاندلسيه وصبح تيدل على حاجه اخرى تيدل على لحن متكامل اساسي ومعه واحد العدد ديال الايقاعات اللي داخله فيه كلها تدخل فيه تنتمي له بمعنى النوبه هي الوحده اللحنيه الكبرى هي وحده من الوحدات اللحنيه الكبرى المكونه للطرب الاندلسي وما نطولش على سعد الجبير وغادي ان شاء الله غادي ياخذ هذه النقطه في حل ان شاء الله. المهم ان عندها في الموسيقى الاندلسيه 11 نوبه يعني 11 نغم كبير هذا الكبر غادي في السوسي سعد الجبير. النوبات اللي عندنا معروفين الان هما 11 معروفين عندنا رمل ما يصل هذا ما يرس الدين السهلال الرصد غير تحسين حكاز كبير عرق عجم حجاز مشقي العشاق. المصطلح الثاني الميزان. الميزان المعنى ديالو الايقاع. الايقاع يعني الريتم. غادي يتناولوا الصديق ديالنا الاستاذ محمد العثماني بشيء من التفصيل. ولكن عنده واحد المعنى اخر. المعنى اخر هو انه مثلا ناخذ النوبه وهي لحن كبير تنرجو انه فيه خمسه الايقاعات. وكل ايقاع تيشمل الصنائع اللي تتنتمي لذاك النوبه ولكن تتغنى بذاك الايقاع ديال المعلوم البسيط والقائم والسلطاحي والدرج والقدام هادو هما الميزان الخمسه
تيتسمى كل واحد من النوبه من 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 المياس ديال النوبه تيتسمى ميزان. تنقول مثلا بسيط الاستهلاك، ايقاع البصير الذي ينتمي لنوبه الاستهلاك، درج الزدين، ايقاع الدرج الذي ينتمي لنوبه الزدين. هذا المعنى ديال المعنى كيف تنفسروه. الى ضربنا عدد الميازين اللي كاينه خمسه 11 نوبه، شحال جينا؟ 55. هي 55 ميزان ديال الاله اللي عندنا، 55 ميزان ديال الاله اللي عندنا، تنزيدوا عليها واحد الميزان ما عندوش النوبه ديالو قدام الجديد، وواحد الميزان مضاف لنوبه المايا قدام البواكير، مجموع 67 ميزان. الى غنيناهم كلهم خصنا 4 ايام، لان 94 ساعه. الى غنينا الاله كامله خصنا نقصوا 4 ايام حتى نغنيو. حركة الميزان، الميزان ما بغيتش ندخل في الحركة ديالو، غادي يتكلم عليه بالتفصيل سي محمد العثماني. المشالية أو البغية، ملي تيكس الجوق يعزف ما يمكنلوش يعزف مباشرة الغناء، لأنه تيخصو يربط الأذن ديال المستمع عنده، تيخصو يربط الأذن المستمع عنده باش يربطها بواحد المقدمة موسيقية تيسميوها البغية، لأن كل نوبة من النوبات عندها البغية ديالها. شنو البغية؟ هي ذاك المقدمه اللي تعمل الجوق بلا ايقاع، هذيك البغيه تتسمى البغيه. يعني المقصود منها هو انه الودن ديال المستمعين تتسانس ذاك النغمه اللي غادي نغنيو فيها الميزان، الميزان منا غنغنيو، هذه هي البغيه. وعندنا كذلك مصطلح خاص تسمى المشاليه، الشمال تيقولوا المشاليه والبغيه شيء واحد، ولكن بالحقيقه وهذا شيء انتبه له سي جمال الدين بن علال اللي صدق اخيرا في عقجم، قال المشاليه تطلق على المشاليه ذو الشرقي بوحدها، لانها طويله، المشاليه بغيه ولكن هي طويله وتتعود ثلاثه دبر طويله. والمشاليه الكبيره عاود هذه حاجه اخرى، المشاليه الكبيره هي كان المعلم القدام تيجلسوا جوج تيجلس وتيبدا يعزف استخبارات تقاصيل بلا ايقاع في الانغام كامله ديال الاله. علاش؟ باش ذاك المعلم تيحس بالنغم الذي يثير انتباه المستمعين وفي غادي يغني. تيتسمى هذا المشاليه، يعني تيشالي معنى ديالها المشاليه، ولكن معنى ديالها انه تهيئ الجو العام باش يقدم الميزان. هذه المشاليه هكذا كان الاصل ديالها، ولكن من بعد وقع فيها الفوضى ومع قله التدوين ومع كذا ولات فيها شيء من الفوضى. زعما عمر الجعيد رحمه الله بعد المؤتمر ديال فاس 1939 مشى وخدم واحد الخدمه جليله، خدا المشاليه وقادها وصوبها، عمل فيها سته الانغام ماشي 11، غير سته الانغام، وسماها المشاليه الكبيره، وهي اللي كاينه عند الحاج عبد الكريم غياس وكاينه عند العدد ديال الاجواق. في عام 1958 جمعيه الهواد ديال الموسيقى الاندلسيه دارت مباراه بين الاجواق، شكون يعمل مشاليه كبيره؟ شكون يقدم مشاليه كبيره على احسن صوره؟ المعلم ذاك الساعات اللي كانوا كان مولاي حمد الوكيلي والحاج عبد الكريم 88 تقدموا للمباراه، والجوق ديال مراكش حتى هو كان، وكان الجوق ديال سيد العباس الخياطي والجوق ديال الاذاعه، خمسه ديال المشاليه تقدموا. كل واحد كيفاش قدم المشاليه؟ الحاج الله يرحمه قدم المشاليه ديال الفقيه البريه، ديال البريه اللي تعلمها على اللي خداها من عند الجعيد. مولاي حمد الوكيلي عمل تلحين جديد، عمل واحد العجب، واحد دار 11 نغمه كلها وعمل لها لازمه، وعمل واحد العمل من اروع ما يكون. و 88 عمل واحد العمل بحال ديال مولاي حمد الوكيلي، شكل اخر. سي العباس الخياطي دار واحد المشاليه من ايحاء الموسيقى الاندلسيه، تلحين بشي شكل مهم. ووقع الخلاف بين لجنه التحكيم لما تعطى جائزه. فرفعوا الامر الى صاحب الجلاله الحسن الثاني انذاك ولي العهد، مازال ما ولاش يسال الملك، عام 58 هادشي. جا هو صنت على بغيا، كان هو مولوع بالآلة بطبيعة الحال، صنت على كل وحدو اللوكيلي والرايس و 88 قسموا لهم جائزة ثلاثة، كل واحد ابدع في مجال، واحد عمل الأصالة، واحد عمل الجديد، وواحد حاكى ذلك، عطاهم قسموا لهم جائزة، وهذه الحكاية ديال المشاريع الكبيرة. اليوم الأجواق تيعكزوا ما تيديروش مشاريع كبيرة إلا الزمان عند عثماني، الزمان عند عثماني سيد تيتجاوب معنا وتيعمل مشاريع كبيرة، هي جميلة جدا. تواشي شمع توشية، وهي قطعة صامتة بدون غناء
تكون في الميزان ديال الاعلى. كاين التوشيه ديال النوبه، تترجم للنوبه كامله، كاين الخدمه ديال النوبه كامله، وكاين التوشيه ديال الميزان تكون في مقدمه الميزان، وكاين التواشي الداخليه تكون في قلب الصنايع. مجموع التواشي ديال الموسيقى الاندلسيه 128 توشيه، 128 توشيه. نجيو للمصطلح اللي بعد منه الصنعه. تنشوفوا في الكتابات ديالنا كذا، صنعات كذا، صنعات كذا. الصنعه الى 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 ترجمناها غادي نقولوا عليها اغنيه. الصنعه هي اغنيه. كاين شنو الاغنيه؟ قطعه شعريه ملحنه. حتى الصنعه قطعه شعريه ملحنه. اذا نقول عفوا نقولوا صنعه، نقولوا اغنيه. اغنيه. عدد اغاني ديال الاله 1000 صنعه ولا اكثر، 1000 اغنيه ولا اكثر. هذه الصنعه عندها جوج جوانب، جانب الشعر وجانب اللحن. ناخذوا جانب الشعر. جانب الشعر، الشعر المستعمل في الصنعه او في الاغنيه ديال الموسيقى الاندلسيه في اربعه انواع. النوع الاول الشعر العربي الفصيح. الملحنين ياخذوا بعض المرات الشعر العربي الفصيح لشعراء بحال ابن الزيتون ولا بالخطيب ولا كذا، الشعر العربي الفصيح وتيلحنوه وتيقدموه. هذا تسمى الشعر العربي الفصيح. الى حسبنا شحال كاين في الموسيقى الاندلسيه من الشعر الفصيح، من صنائع الشعر الفصيح، غادي نلقاو ان العدد ديال هاد الصنائع سيوصل 178 غنية، 178 نص. النوع الثاني الموشحات. الماكنة تندوي قبيلة على عصر ملوك الطوائف وعلى الازدهار ديال الموسيقى الأندلسية وعلى بنوباجة، كنسينا واحد الملاحظة أساسية وهي ظهور الموشح. من العوامل اللي عطات الآلة واحد الحيوية ظهور الموشح. شنو هو الموشح؟ الشعراء في الأندلس عياو من القصيدة العمودية، القصيدة العمودية اللي فيها الابيات بحال بحال، وعندهم القافيه الحرف الموحد بحال بحال، اضحى اضحى الثنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طريق القناه جافينا، بدوا بنا في مثل جوانحنا، شوف عيوا بهذا الشكل، واختار واحد الشكل جديد يسمى المشح. شنو هو المشح؟ اولا في بحر قصير، بحر طويل وبسيط عيوا منه. شنو عملوا؟ عملوا البحور القصيره صغيره، هي يعني لطول ولا تطول، لابد لي أسهار، لابد عين لي قمري، لابد سؤال على قمر، اختاروا الشعور البحار بحور قصيرة. ثانيا عددوا القوافي، قافيات تجبر بحال هذه الصناعة اللي غادي دابا، يا ليل وتابعوا لها، خمسة دبيات فيها، يا ليل طول أو لا تطول، لابد لي أسهار، لابد عين لي قمري، لابد سؤال على قمر. الحرف الأخير ديال البيت الأول والبيت الثاني هو الكاف، الساكن، هذا القافية ديالو. لما تيجي الثالث والرابع والخامس تعمل عن قافية أخرى، قافية واحدة أخرى. ما لي ولي الليل الطويل أنا المعنى بالقمر، عمل القافية غير مسكنة ثلاثة البيات، وعاود رجع في البيت السادس في السابع عمل القافية الأولى، بحيث عمل واحد الشكل جديد في الشعر والناس استأنسوا به وأحبوه ونحنوا فيه. وظهر توشيح واحد العادات أشكال الصناعة. ناخذ واحد مشح معروف عندنا ديال الخطيب. رب ليل ظفير سوء البدر ونجوم السماء لم تدري، حفظ الله ليلنا ورعى اي شمل لنا قد اجتمعا، غفل الدهر والرقيب معا، ليس نهر النهار المجري، حكم الله على المجري. الله شكل صنيعه في شكل فيها جوج القوافي وفيها بيت الشعر وفيها ثلاثه الاشطار وفيها بيت اخر وسير اشكال وانواع من المشح. هذا النوع الثاني من الشعر الموجود في الموسيقى الاندلسيه. إلا حسبنا عدد المشاحات اللي كاينه في الموسيقى الاندلسيه 175 مشاح. النوع الثالث الاسجال. الاسجال هي بحال بحال المشاحات، الفرق بيناتهم هي انه الاسجال مكتوبه بلغه دارجه اندلسيه، لغه عاميه اندلسيه، تجبروش اللغه ديالها فيها الدارجه ديال الاندلس ماشي ديالنا، دارجه الاندلس. عطي واحد العدد وفيها البحور ديال الزجال متعددة جدا، بحال دابا البيت الشعري مقسوم على ثلاثة أو أربعة، مقسوم على خمسة، مقسوم على ثلاثة، بحيث الشعراء أبدعوا إبداعا كبيرا في الزجل بواحد الدرجة كبيرة. أكبر الشعراء الزجالي بن قزمان، أكبر الشعراء المشاحين بن زمرق، وأكبر الشعراء المشاحين كنا أكبر الشعراء المشاحين هو بن قزمان، وأكبر الشعراء الزجالين هادو بن زمرق. النوع الرابع بقوالة. البقوالة خاصة بصوبة من اللغة ديال الحول، اللغة ديال الحول، وتقريبا كلها ظهرت في القرن التاسع عشر تقريبا كلها، لأن يعني نرجعو للدولة القديمة ما كانش فيها البراويل،
حتى القرن 19 بالضبط ازدهر الملحون. عدد البراويل في الموسيقى الاندلسيه انا قلت لكم مختلف في الدواوين، غالبا 60 70 برواله، هادشي اللي كاين في الموسيقى الاندلسيه كلها. وكاين الشعر المكرر، لان ربما لا سمعتوا هذه الارقام اللي عطيتكم ما عطيتكمش عدد الصنائع. علاش؟ لان في الالات نكرروا الشعر بزاف ديال المرات. الصنعه من الناحيه اللحنيه، بناء على الشعر يعتمدوا على اللحن. الملحن ديال الموسيقى الاندلسيه مرات يغني الشعر كما هو، بحال تنعملوا في التقليد. تالله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم، والله والله الكلام تنغنيهم نسبس، ما فيها ما لا زياده لا نقصان. تالله لو خيروني في محبتكم عادي، ولكن بعض المرات الملحن وكثير من المرات ما تيعملش هكذا، تيعمل واحد اللحن طويل وما تيقدوش الشعر، تيبدا يكمل بالتراتم تيريطال يا لالان هلانا كذا كذا، وتيصبح اللحن متقال بالشغل، والشغل المعنى ديالو طرز. صوب الشغل يعني الطروز، الطرز يعني الشغل، هذا المعنى ديالو. ومن هو المطروز ديالو ديال الاستاذ؟ نعم المطروز ديالو. اي ربما بقى لنا الانشاد، وان كان غادي يتناولوا سيدي ان شاء الله غادي يتناولوا سيدي عبد الجليل الخشافي، الانشاد غادي يتناولوا هو الموال، ربما نكتفي بهذا القدر. عندي واحد الملاحظه، لا ما نقولش عليها، شنو غادي تناولوا به شي واحد على حسن. واحد الملاحظه جات في الملاحظه ديال احد الاخوان، هو الدور ديال اليهود في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه، اليهود المغاربه في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه. المعروف انه لما وقع الجلاء على الاندلس وطرد المسلمين منها، طرد منها اليهود، وربما قاسه اكثر مما قاساه المسلمين، لان المسيحيين ديك الساعه المتعصبين كانوا يعتبرونهم قاتله المسيح، ولذلك قصوا على المسلمين ولكن قصوا على اليهود. لما هاجروا اليهود من الاندلس الى المغرب هاجروا اليهود كذلك. ونفس المسار اللي احتفظت به الموسيقى الاندلسيه عند المسلمين احتفظ بها كذلك اليهود وغنوها، وكانوا الجواق ديالنا قديما تيغنيو في اللحن، والحفلات ديال اليهود كانت تكون فيها الاله تحيتو. الفرق اللي كاين هو ان اليهود ما كتبوش اللي مكتوبو، يقول لي شي واحد من الكبار ربما كانوا المكتوبات كاين حاجه حوايج مكتوبين، ولكنهم اما مخبعين عندهم اما شي حاجه. المهم انهم تيشتركوا اليهود المغاربه مع المسلمين المغاربه في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه، والدليل على ذلك هو الهضره اللي وقعت اخيرا عندهم ديال الغناء بالعبريه وترجمه الحايك للغه العبريه. الان هذه المحاوله كاين واحد الحركه كبيره عندهم في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه من هذه الناحيه. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وشكرا على انتباهكم. نستعد السماع. اسمحوا لي أن أتكلم بالدارجة، لأن الإخوان أطلبوا مني أنني أتكلم بلغة بسيطة توصل القلب مباشرة، لذلك سأعتذر إلى اعتبرت هذا من قصر. إذا اللي عنده شي سؤال بسم الله. بسم الله. يعني معركة اليهود لعب واحد الدور كبير هنا في المغرب فاس وفي المغرب كله في الحفاظ على التراث، ومنهم سالم هلالي، بوتبول، بن شمسان، فيليكس المغربي، يعني كانوا انت هما معلوم. لا غير حنا سمح لي، غير حنا العرض ديالنا كان من الصندوق للمراجع العربيه، زعما ولا كانت عندهم المراجع ديالهم هنا ما طلعناش عليها، ما ترجموهاش للغه العربيه او ترجموا للفرنسيه او شي حاجه نطلعوا عليها باش نطلعوا عليها. ربما كاينه هذه الحركه الان كاينه، ولكن ما كانش قديما. شكرا سي استاذ سيدي عبد السلام على هذا الندوه على هذه المحاضره. بغيت نقول لك هو اين قرطبه دار العلوم فكم من عالم قسم له فيها جان بالامس. يا سلام على ريتا الاندلس. الاندلس قسوا فيها المسلمين 8 ديال القرون، من 92 هجريه ل 894، يعني واحد 8 ديال القرون، وهي حلم ضائع مع الاسف. فضل مفقود. الله يجزيكم بخير على الجهود التي تقوموا بها الان. نعم. التوعيه والشباب وكذا. كان واحد القضيه الاذاعات الجهويه ولا الوطنيه تيدوزوا الاله. نعم. ما بقاش يدوزوها. لا هذا المهرجان يخسر على الاقل اذاعات فاس، فهمتيني؟ كانت واحد لقيتها الناس كلها تتعمل وحده ونص خاصها تصمت على الاله. فعلا. دابا تيصمتوا لنا اللي بغاو هما. لا.